إلى هذا العرض الأخباري الموجز. يعاني القطاع الصحي بولاية جابس من إشكاليات عديدة تسببت في ضعف الخدمات الصحية على غرار الوضعية المتردية للمستشفى الجامعي بجابس الذي يقصده يوميا عدد كبير من المرضى من مختلف معتمديات جابس ومن الجهات المجاورة، والذي يمثل نموذجا حيا على هذا التدهور الكبير. وفي هذا الإطار يتواصل تعطل مشروع تقوية أسس وإصلاح هياكل ومباني هذا المستشفى الذي انطلقت أشغاله في بداية سنة 2013. كما يشتغل المستشفى الجامعي بجابس اليوم بنصف طاقة استيعابه بعد غلق 8 قاعات في كل طابق من طوابقه 6، وكذلك عيادته الخارجية بحجة إصلاحها، وفق ما أكده مصدر مسؤول بالمستشفى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في موضوع آخر، صدق المجلس الوزاري وأشرفت عليه رئيسة الحكومة نجلة بودن صباح اليوم الثلاثاء على مشروع المخطط التنموي 2023-2025، ويتضمن المخطط التنموي جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوية، وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلي للفترة القادمة وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة. في أخبار العالم، طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الثلاثاء جميع الدول العربية بتحمل مسؤولياتها ودعم مقاربة المجلس لحل الأزمة الليبية. وجاء ذلك خلال لقاءين منفصلين جمعه بالأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيظ وممثلي وسفراء الدول العربية الدائمين لديها في مقر المنظمة بالعاصمة المصرية القاهرة. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز قدمته لكم نجلاء خليفة هاني، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.